الاهلي خط احمر، يعني بالتاكيد مش هنعدي بعض الكلام اللي بنشوفه دايما وابدا من وجهه نظرنا طالما معانا معطيات مختلفه ان هو كلام مغلوط وكلام مش حقيقي. في مشكله ان البعض بيشتغل في قنوات محايده ولكن هو عارف قوي هو بيعمل ايه، وعارف كويس قوي ان هو في وقت من الاوقات مش هيقدر يفصل انتمائه عن التواجد على الشاشه بداعي المحايد. ويمكن كان له وقعه وشهيره كابتن احمد حسام ميدو لما كان شغال في احد القنوات قبل مباراه نهائي القاضيه اللي هي 27 نوفمبر 2020 وطلع قال بوضوح ان البرنامج بتاعي هنا هيكون بيحافظ على استقرار نادي الزمالك ومش هيتكلم عن اي خبر ممكن يكون سلبي على نادي الزمالك عشان مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا في الوقت اللي كان بيصدر فيه اخبار عن النادي الاهلي وكان بيتحدث عن اصابات كورونا واليو ديانج مصاب بكورونا وكان داخل في المعسكر الاهلاوي بشكل كبير جدا وبيرفع من معسكر نادي الزمالك بشكل كبير جدا. الغريب ان هو طلع وله تصريحات شهيره وما انكرهاش في احد البرامج او التطبيقات على النت وقال ان انا بكون متفق مع نادي الزمالك في ان انا اضغط على لاعب معين او اتكلم في مكان معين وكمان بكون متفق ان انا اشيد بالنادي الاهلي في بعض الاحيان عشان لما اجي انتقد النادي الاهلي يكون عندي مصداقيه. ماشي، ممكن نسمع الكلام ده في الاول فنبدا نختلف، نبدا نتفق، لا مش عارف ايه، لكن خلاص يعني الناس بقى سمعت الكلام ده وعرفت اتجاه الراجل ده ونظر. مع كامل احترامنا وتقديره بقى ان هو كلاعب وكان محترف وهو موجود وله كاريزما على شاشته والكلام ده كله ونجم عشان نكون امناء يعني، ولكن القصه مش قصه ان انا اخدم اجنده نادي الزمالك وانا بشتغل في قنوات محايده. روح اشتغل في قناه نادي الزمالك، وده اللي قلناه من زمان يا كابتن ميدو، لو شايف ان انت عايز تخدم نادي الزمالك روح اشتغل في قناه نادي الزمالك، لكن لو هتشتغل في قناه محايده وعايز تقدم النهج ده ما عندناش مشكله، بس احنا هنوضح النهج ده لجماهير كره القدم المصريه ويعنينا بالتاكيد جماهير النادي الاهلي عشان ما نقعش تحت ضغوط ممكن انت تشكلها بسبب ان انت في وقت تشيد بالنادي الاهلي وتيجي في وقت الجد تدوس بشكل او باخر على النادي الاهلي. طب كل المقدمه دي ليه؟ لان النادي الاهلي حقق بطوله السوبر والطبيعي جدا ان انت معنويا بقيت افضل وبقيت راكب معنويا، فجاء الكابتن ميدو عايز يسحب منك المعنويه دي ويجرك للخناقه اللي احنا نعملها دي، بس احنا بنعمل الخناقه دي واحنا بنحتفل بخماسيه السنه اللي فاتت وامبارح كنا بنحتفل بالجمعه ال 101، فقصه انك تسحبنا لخناقه احنا رايحينها عشان فقط لا غير حق النادي الاهلي وتصحيح للمعلومات الخاطئه، لكن من الاحتفالات لا احنا خلاص بدانا نفهم كويس قوي اننا لازم ندي انجازاتنا حقها ولازم محدش يجرنا للمكان اللي هو عايزه واحنا اللي نقدر نروح للمكان ده وقت ما نكون حابين اننا نروح للخناقه دي. ده بس مقدمه بسيطه كده، لكن تعالوا بقى نشوف اصلا الكابتن ميدو كان بيجر جماهير النادي الاهلي في الايه واعلام النادي الاهلي الايه، عشان عندنا تعقيب مهم ومهم جدا. هقرر لكم بالورقه والقلم ما بين عدد البطولات اللي حصل عليها الاهلي في اخر سنتين وعدد البطولات اللي حصل عليها الزمالك. هبدا بالاهلي. الاهلي حصل على 4 بطولات في اخر سنتين، دوري ابطال افريقيا 2020، دوري ابطال افريقيا 2021، السوبر الافريقي 2021 والسوبر الافريقي 2022. دول ال4 بطولات اللي حصل عليهم الاهلي. اوعى حد يقول لي ان حصول على برونزيه بطوله العالم بطوله، هي شرف وليس بطوله. نروح للنادي الزمالك. نادي الزمالك السوبر المصري بتاعه بتاع 2019 اتلعب في 2020 لو تفتكروا، يعني في اخر سنتين اللي انا اتكلمت عليهم والزمالك كسبه، ادي بطوله عدلي. السوبر الافريقي 2020 البطوله الثانيه، والدوري المصري 2020 2021 البطوله الثالثه. الدوري المصري 2021 2022 البطولة الرابعة، ثم كأس مصر 2020 2021. يعني في آخر سنتين قبل خوض مباراة السوبر الأسبوع اللي فات ده، قبل خوض مباراة السوبر في آخر سنتين نادي الزمالك حصل على 5 بطولات والنادي الأهلي حصل على 4 بطولات فقط. يبقى اللي أنا قلته امبارح حقيقة مش كد، حقيقة. وتاني أنا عرضت على حضراتكم موقف الناديين، اللي أنا ما بقولش وما بقللش من النادي الأهلي، أنا بقول إن النادي الأهلي ماشي تمام وسليم وصح وكل حاجة، ولكن لما نادي وفريق يمر بكل هذه الظروف، يمر بكل هذه الظروف ويفوز بعدد بطولات أكتر منك، يبقى لازم بطولة السوبر اللي فات دي تكون بطولة غالية قوي عليك،
وهو ده الكلام اللي انا قلته امبارح وغلطوني. هو الكابتن ميدو راح لسكه وشايف ان هو بيقول الحقيقه وما قلتش الكذب، وده تاكيد للكلام اللي كان قاله عن قصه ان النادي الاهلي كان هيدخل في نفق مظلم لو كان فقد بطوله السوبر، وبطوله السوبر دي مهمه عند النادي الاهلي لان كان في تفوق لنادي الزمالك على النادي الاهلي اخر سنتين. هو مبدئيا معيار السنين ده مين اللي بيختاره؟ ليه ما نقولش اخر 4 سنين؟ ليه ما نقولش اخر 10 سنين؟ ليه ما نقولش في القرن الجديد؟ لا يا عم، اصل تاثيرها اخر سنتين. طب عندك واقع حصلت في اخر سنتين فاصله، ممكن نقول من بعد كورونا. لا، ده الكابتن ميدو وقع في الغلط عشان يحلل موقفه ويدي معطيات، فراح ان هو زي ما بيقولوا كده جالنا في ملعبنا لما اتكلم عن بطوله سوبر محلي 2019 اتلعبت في مارس 2020 بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، وقت ما فاز النادي الزمالك بركلات الترجيح ورفض ان هو يروح مباراه الدوري، واتقال ان الباص اتعدل في فبراير 2020، وخد وقتها برضه في فبراير 2020 بطوله السوبر الافريقي من فريق الترجي لما اتقال احنا خلاص اتعشينا ودي خدنا بطولتين في اسبوع. طب انت ليه بقى ما بتحسبش للنادي الاهلي من توقيت البطولات اللي انت حددتها لنادي الزمالك؟ مش انت قلت بطولات نادي الزمالك 5 منهم سوبر افريقي وسوبر محلي؟ طب البطولات دي حضرتك واخدها نادي الزمالك في فبراير 2020، فتعالى اعرض لك بقى بطولات نادي الاهلي من فبراير 2020 بالمسطره بتاعتك انت، انا مش هتدخل. فهتلاقي النادي الاهلي خد دوري عام انت تجاهلته تماما، هتلاقي النادي الاهلي خد كاس مصر انت تجاهلته تماما، غير 2 دوري أبطال أفريقيا، غير 2 سوبر أفريقي، وبالتالي النادي الاهلي محقق 6 بطولات مقابل 5 بطولات اللي انت عرضتهم لنادي الزمالك، ده قبل ايه؟ قبل بطوله السوبر اللي كانت هتتلعب. فاذا مفيش اي تفوق معنوي لنادي الزمالك بمعايير ميدو على النادي الاهلي في عدد البطولات، بالعكس الاهلي 6 بطولات منهم دوري ابطال افريقيا، الزمالك 5 بطولات محليه منهم 2 دوري. الاهم كمان ان النادي الاهلي واخد بطوله افريقيا على حساب نادي الزمالك، فده اصلا الدور المعنوي الابرز للنادي الاهلي. فعلى اي اساس طلع ميدو وقال ان بطولات الزمالك اكبر من بطولات النادي الاهلي بمعاييره؟ طيب يمكن المواجهات المباشره، يمكن المواجهات المباشره، تعال استعرض المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك اخر سنتين. ادي مباراه 2-0 النادي الاهلي 28/10/2022 اللي هي مباراه السوبر، قبلها مباراه اللي فاز فيها نادي الزمالك 21/7 اللي هي مباراه الكاس، قبلها مباراه الاهلي والزمالك 2-2 تعادل، مباراه الاهلي والزمالك 5-3 من سنه، مباراه الاهلي والزمالك 2-1، الاهلي والزمالك القاضيه 2-1. دي المواجهات اللي النادي الاهلي قابل فيها نادي الزمالك، كان الفوز للنادي الاهلي في معظم كل 4 مواجهات تعادل مره هزيمه مره. طب تعالى نروح ل 13 مواجهه ما بين الاهلي والزمالك من موسم 2018/2019 وده اللي هو ال4 سنين. خلينا رحنا للسنتين يا فارس، ده المعيار بقى. المعيار بتاعه انا احنا قلنا ايه؟ طب ما نحط معيار تاني بقى لما تيجي تتكلم عن المعيار، صح؟ خاصه ان ميدو قصته كلها في الليله دي كلها عباره عن معايير للرعايه بالزبط. وبيرمي في الرعايه وبيرمي على احتفالات النادي الاهلي. طب الرعايه دي 4 سنين. قبل بس يا جماعه ما نعرض المواجهات دي محتاجين بس نوصل الفكره، احنا ما بنحبش، احنا ردينا على كابتن احمد حسام ميدو في حته السنتين مش قناعه خالص بان اللي هو عامله ده ملعبه ومعطياته، ده احنا ردينا ان نقول اصلا المعطيات اللي انت استندت بيها في القضيه بتاعتك عشان تشرح للناس مبدئيا كده يا غلط، فدي نقطة خلصنا منها. إنما إحنا ما بنلعبش الجيم بدماغ حد، أنت تعالى إلعب الجيم مش بدماغنا. صح، أنت لما بتتكلم عن الراعي، الراعي بيبص لل4 سنين زي ما كان كده في 4 سنين، زي ما عقد الرعاية دلوقتي اللي بنتكلم فيه 4 سنين. أنت ما تجيش تفصل لي وتقيف لي وتعمل لي التوب بتاع الرعاية أو البطولات على مزاجك أو على طريقة تفكيرك، وتيجي تقول لي اصل في السنتين انا متفوق، وان كان ده اصلا طرح مخطئ وطرح يخلو تماما من الارقام الصحيحه. ولكن تعالى بقى نقيس، لو انت بتتكلم في ال4 سنين كراعي كان بيرعاني انا كاهلي وكان بيرعاك انت كزمالك، ايه المنتج اللي حققه او ايه المكاسب اللي حققها او الفريق اللي بيرعاه ده حقق ايه مقارنه بالفريق الاخر؟ لو بنستعرض على مستوى البطولات الاول والرقم اللي هو الكبير والعام، انت بتتكلم في 9 بطولات للنادي الاهلي مقارنه ب6. شكل البطولات دي ايه؟ انت بتتكلم 2 دوري عام، 2 سوبر، كاس مصر،
2 دوري ابطال افريقيا و2 سوبر افريقي وبرونزيتين كاس عالم للانديه مقارنه ب6 بطولات لنادي الزمالك. هنا بقى في حاجه مهمه وهي فكره نوعيه البطولات، برضو مش هتاخدني للحته اللي انا اسف هي مستوى نظرك ليها، لا القصه لها معيار مختلف تماما. ما تقوليش والبرونزيتين طبعا مش هيتحسبوا بطوله بهذا القدر من التهكم. النادي الاهلي لعب على مدار ال 20 سنه الاخيره 18 مباراه في كاس العالم للانديه. انت لو بتتكلم على تسويق وبزنس وايز يعني، او انت دارس تسويق، هتعرف ان الرقم ده ليه مدلول. 18 مباراه في اكبر محفل للانديه على مستوى العالم كان النادي الاهلي بيحمل اسم الراعي موجود فيها. كان الراعي ده مش بس في بطولات محليه، لا الراعي ده مش في بطولات، انت عندك 2 دوري ابطال افريقيا في اخر 4 سنين و2 سوبر افريقي. مع احترامي نادي الزمالك من 20 سنه ملوش بطوله قاريه على مستوى دوري ابطال افريقيا. فانت تتحدث عن اي رعايه، عن اي مقارنه على مستوى الرعاه؟ انت لازم تعرف مدلول الرقم. انا اسف، انت لو بتتكلم على الرقم بدون مدلوله فانت عندك خطا مرعب. في حاجة اسمها مدلول الرقم. النادي الأهلي لما عنده 2 دوري أبطال أفريقيا بعدد المباريات اللي لعبها زيادة في أفريقيا، بعدد تمثيل الراعي على أكبر مستوى في أفريقيا، قيس عليه برونزيتين في كأس عالم. لما الأهلي لعب بالميراس، مونتري، الهلال السعودي، بايرن ميونخ، أنت تعي أو أنت مدرك معنى إن النادي الأهلي الراعي بتاعه بيسوق له النادي الأهلي كبراندنج في المحافل دي؟ ده لو انت مش مدركه يبقى انت عندك مشكله. انت جايب ارقام اساسا مغلوطه وبتقارن ما بينها في معطيات وانت بتجهل ما يتعكسه هذه المعطيات. النادي الاهلي حتى التاثير النوعي للتمثيل للبطولات في الرعايه مختلف تماما. حتى على مستوى المواجهات في اخر 13 مواجهه في الاربع سنين دي رقم يخلي اي راعي يفكر في مفهوم التنافسيه للعلامه التجاريه بتاعته مقارنه بالعلامه التجاريه اللي على صدر النادي الاخر. يعني ايه؟ يعني اقول لك حضرتك لما 13 مواجهه 7 للنادي الاهلي فوز مقابل 2 للزمالك و4 تعادل، فده رقم ليه مدلول. رقم ليه مدلول ان العلامه التجاريه اللي محطوطه على صدر النادي الاهلي هي براند مختلف تماما في التفوق وفي الصوره الذهنيه اللي بتتساب عند الراعي. كل دي حاجات لما تيجي تتكلم في الرعايه احنا بنتكلم وانت بتتكلم اسال المتخصصين، هتعرف ان الارقام اللي بتتدفع في الرعايه للاهلي مقارنه باي حد تاني هي مش بجدول اكسل انا عملته في البيت وقلت للاعداد يعرضه لي على الشاشه، خالص. قصه لها مدلول ولها ماركتنج فين، وبتستهدف يا اسامه في اي شركات تسويق لما يجي يعمل حمله اعلانيه او كامبين او اي حاجه، اقعد مع ناس واتكلم وانت تعرف. يقول لك انا بستهدف الشريحه اللي انا رايح لها فين؟ محليه ولا لا؟ خارج نطاق محافظات ولا لا؟ عالميه ولا لا؟ ده جزء كبير جدا من الرعايه. فاهداف النادي الاهلي وبطولاته بتخليه يتكلم في كاتيجوري رعايه مختلف تماما. ما تجيش تقعد تقول لي اصل خدنا بطولتين دوري، اصل خدنا بطولتين دوري. ده انا بس عشان ما يختلطش عليه وهو يلعب لروح لنقطه ان انا بتكلم ان الاهلي كان محتاج السوبر ده قبل البطوله، فانا جايب المقارنه دي السوبر أصلاً. لا هو عشان ما يعني ما يبقاش الرد انتوا ليه خدتوني للسكه دي، انا بتكلم عن بطولات ما قبل السوبر وعشان كده الاهلي كان محتاج السوبر اكتر. لا حتى لو انت اتكلمت قبل كده في موضوع الرعايه وهنستعرض ده، لكن انت ايضا رحت لسكه البطولات واستبعدت ان ايضا من ضمن ان انت يكون عندك رعاة اقوياء مش شرط يكون بس بطوله فقط لا غير بطولات. هدي لك مثال بفريق مانشستر يونايتد اللي غايب عن البطولات بقاله فتره طويله جدا. شوف حجم الرعايه بتاعه مانشستر يونايتد برغم تفوق ليفربول، برغم تفوق مانشستر سيتي الفتره الاخيره، وشوف هتلاقي رقم واحد مانشستر يونايتد برغم بعده عن البطولات. فده اللي هيحصل دايما وابدا مع النادي الاهلي. الاهلي يبعد سنتين على البطولات، 3 سنين على البطولات، سيظل الراعي يبحث عن النادي الاهلي. النقطه الاهم في الرعايه هي ان دلوقتي النادي الاهلي ما عندوش شركه راعيه. حاليا النادي الاهلي عنده مسوق حصري، يعني اسم النادي الاهلي هو اللي بيجيب الرعايه. ده الشركه بتيجي تدفع مقابل مالي للنادي الاهلي وتسوق هي اسم النادي الاهلي، فنبدا ندخل في مقارنات ونقول ده ليه كده وده ليه كده وده ليه كده. لا، القصه اي نادي عايز يكون مسوق حصري يتفضل ويشوف اسمه في السوق ويطرح اسمه ده في السوق. محدش كل الدراسات والاحصائيات بتقول في افريقيا في تحديدا مصر عن الرعايه النادي الاهلي يصل الى 6 أضعاف اقرب منافس ليه. يعني لو المنافس ليه كانت رعايته ب 100,000 النادي الاهلي 600,000. ده مش كلامنا، ده كلام دراسات واحصاءات اللي انت بتقول انا مش مقتنع بيها. لو مش مقتنع بيها وانت كان عندك قناعه شخصيه
من شهر تقريبا ان لازم الزمالك ياخد رعايه اكتر من النادي الاهلي، ولازم على الاقل لو ما تسواش مع النادي ده لا ياخد ازيد منه. روح حضرتك شوف مسوق حصري وسوق وهات رعايه اكبر من النادي الاهلي. لكن لما شفت في الواقع وشفت النادي الاهلي وشفت واقع نادي الزمالك غيرت اقوالك اللي انت قلتها من شهر، وطلعت قلت لا يا جماعه انا مش هتكلم في حقوق رعايه، انا رايح لحقوق بث. ليه رايح لحقوق بث؟ لان اصل اللي بيتفرج على مباراه النادي الاهلي هو اللي بيتفرج على مباريات نادي الزمالك، والحقيقه ان حتى ده مش حقيقي. وانت بنفسك تقدر تسال بقى زملائك وتقدر تصل لارقام سعر ال 30 ثانيه في مباريات النادي الاهلي كمعلن بيدفع كام، وسعر ال 30 ثانيه في باقي فرق الدوري بيدفع كام. وانت بنفسك هتيجي وتكون موضوعي ويكون عندك من المصداقيه انك تطلع تقول يا جماعه انا اسف انا بعتذر، الموضوع مش زي ما انا كنت فاهم خالص، والموضوع مش ان زي ما انا قلت ان كل الناس اللي بتتفرج على مباراه النادي الاهلي هي الناس اللي بتتفرج على مباراه نادي الزمالك، لان الشركه الراعيه واللي معاها حقوق البث والمعلنين بيدفعوا مقابل مالي في ال 30 ثانيه للنادي الاهلي يقترب تقريبا من ضعف الفرق الاخرى، وده بيوضح قد ايه النادي الاهلي على مستوى البث بيطلب ارقام يستحقها، والنادي الاهلي على مستوى الرعايه بيقدر يسوق اسمه بشكل كويس جدا بعيدا عن البطولات اللي احنا حتى لما قارنا فيها وصلناك ان معلوماتك خاطئه ومعطياتك خاطئه. واعتقد الدنيا بقت واضحه بشكل كبير جدا للمشاهد فيما هو متعلق بالرعايه وفيما هو متعلق بعدد بطولات النادي الاهلي مقابل عدد بطولات نادي الزمالك، وتفوق معنوي غير موجود على ارض الواقع لنادي الزمالك، ده فوز فقط لا غير في مباراه واحده وفوز باثنين دوري كلنا كنا شايفين وشاهدين على ظروفه اللي نتمنى لا تتكرر من المسؤولين عن كرة القدم المصرية هذا الموسم. هي القصة مش جداول، يعني القصة مش جداول ولا عمرها هتكون جداول، لأن لو بالجدول اللي فيه بطولات مغلوطة قصة مختلفة، القصة فيها معايير ثابتة ومتغيرة زي ما احنا قلنا. لو انت بتتكلم في المعايير المتغيرة زي البطولات ففي معايير ثابتة حتى وانت مش بتحقق بطولات هتفضل ثابتة عندك. يعني ايه؟ يعني عدد متابعين، يعني جماهيرية بتنعكس في تسويق، بتنعكس في استهداف المنتج، بتنعكس في سوشيال ميديا، بتنعكس يا جماعة الأهلي على السوشيال ميديا بقى مرعب ويميدوا. اسأل الرابطة، اسأل تصويت الرابطة، اسأل اللاعبين لما ديانج اتحط مع شيكابالا كان الوضع ايه؟ اسأل خاما بليات لما اتحط مع شيكابالا كان ايه؟ اسأل سبع لاعبين من الاهلي محققين افضل لاعب في افريقيا اخر 20 سنة. كل دي عوامل ما ينفعش تختزل القصة في جدول تجيبه وراك على الشاشة وتقعد تعد اخر سنتين بطولات غلط وتطلع بمنتج نهائي، لان كل حاجة لها قيمة، كل حاجة لها فاليو، الادد فاليو هي حاجة مهمة جدا عند أي حد في الماركتينج، والأدد فاليو يختلف في قيمة البطولات اللي أنت شفتها قبل كده، إزاي ميدو شافها؟ اطلعوا ونشوف الفيديو ده ونرجع نفهم يعني إيه فارق قيمة بطولة عن قيمة بطولة. أنا داخل النهاردة على مرحلة حياة أو موت، يكسب بطولة أفريقيا أبطال الدوري يا إما كل اللي أنا بعمله ده يعتبر فشل بالنسبة للناس، خاصة إن أنا ما كسبتش الدوري. أنا ما كسبتش الدوري زي الأهلي، الأهلي عنده شوية كريدت، كسب الدوري، إنما النهاردة الزمالك داخل عريان. النهارده الزمالك معاه بطولتين ولا هم البطولتين السوبر حاجه، البطولتين الكبار الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري. الكاس والسوبر دول حاجه ثانيه، دول ايه؟ عارف لما بتعمل اكله حلوه كده في الاخر وبتحط لها شويه حاجات حلوه فوقيها، دول السوبر والكاس. معلش مع احترامي، البطولتين اللي بيعيشوا انديه كبيره الدوري وبطوله افريقيا ابطال الدوري. هو ده اللي الجمهور بيجي لك في الاخر يقول لك يا عم، يعني مثلا ايه ما تخشش في خمس بطولات تقول لي انا كسبت الكاس واثنين سوبر، ماشي حلو قوي. عملتوا البطولتين دلوقتي كده؟ ده يا جماعه جزء مهم جدا من اللي اتكلمنا فيه، فكره قيمه البطوله. لو ميدو رجع بنفسه ووقف كده وحلل كلامه هيلاقي ان القصه زي ما قلنا مش بالجداول، وان كان زي ما قلنا الرقم مغلوط، وهيلاقي ان هو لو راح للمعيار اللي احنا بنقوله واللي هو بيقوله وانا متفق معاه فيه، ان قيمه الدوري وقيمه دوري ابطال افريقيا تختلف تماما عن السوبر والحاجات دي جنب الاكل، انا موافق. طب روح بقى للي جنب الاكل، في الاربع سنين اللي احنا قارناهم هتلاقي النادي الاهلي اتنين دوري واتنين دوري ابطال افريقيا واتنين برونزيه عالم للانديه، اللي انا بقول لك القيمه بتاعت برونزيه عالم للانديه لا تقل باي شكل من اشكال عن قيمه الدوري المصري. يعني ممكن اللي بتاع انجلترا تختلف، انما انت بالنسبه لك لما تروح تكسب الهلال برباعيه وتكسب بالميراس بطل امريكا الجنوبيه وهذا الرواج وتاخد برونزيه عالم للانديه، فالنتيجه 6-2. النتيجة 6-2 بجودة البطولات اللي انت قلتها. نشوفكم بعد الفاصل.